بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، واللي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية. فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا، والحوار يعني مكملين مع زميلنا الدكتور حسين عبد الرضا، أخصائي تغذية علاجية. حياك الله دكتور حسين. الحلقة الماضية تكلمنا شوية عن الخمائر الحيوية، ووضحت يعني انه ممكن لازم الواحد يهتم بالنوع والماركة، وانا اقول افضل استشير دائما طبيبك قبل لا تاخذ. دشيت الجمعية دكتور وفي عدة ارواب، وابيك تقول لي رايك فيهم. اول روب، خلينا ناخذ الروب اللي هو المدعم بالخمائر الحيوية، ايش رايك فيه كناحية صحية وناحية تغذية؟ من ناحية صحية هذا يخدم الجسم، وممكن نعتمده حق اللي ياخذون مضادات حيوية. نعم. فهذا الخمار اللي موجود بالكمية هذه بالطريقة هذه يخدمه وايد، أو شخص مثلا في إسهال مزمن، فهل الخمار راح تفيده أو البروبيوتيك راح يخدمه، ما يحتاج يروح حق الحبوب اللي ذكرناهم بالحلقة اللي طافت، فهذا هالكمية ممتازة حقه. ممتاز. زين، الروب اليمة أو شقيقة اللي هو الروب اليوناني أو غريك يوغرت، ايش رأيك فيه من ناحية الروب اليوناني؟ خواصة مختلفة، ما ناخذها بس كبروبيوتيك، هو نفس الروب العادي، قللنا بكمية الماء، ركزنا، سوى منتج. الميزة اللي فيه بروتينه وايد عالي، بروتينه تقريبا يوصل الضعف. ينفع حق منو تنصح فيه؟ الشخص ما ياكل بروتين كمية كافية، البروتين اللي هو اللحم، الدياي، السمك، ومنتجات الألبان وبيض. ما ياكل كمية كافية، روح أخذه. الشخص محتاج بروتين وايد عالي، سواء يكون رياضي أو مثلا بعيد الشر مرضى غسيل كلى، بيوم الغسيل الكلى يحتاج طاقة عالية ويحتاج بروتين وايد عالي، خاصة بنفس اليوم الغسيل. فهذا ممكن يخدمه كأسناك. هذول الفئة اللي راح تخدمهم بشكل كبير يعني. تمام، ممتاز. طيب النوع اللي بعده أشوف هذا الأمهات ينخدعون فيه، اللي هو روب نكهة الفراولة والتوت، ويشترون وايد طبعا، هاي يحبونه حلو. فايش رايك في الروب المنكه؟ انزين، النكهات انا دائما راح اثنين. انزين، النكهات في نوعين، في نوع يكون ارتفيشال فليفر، نكهات مصنعه خالطين عليه حتى تشوف متماسك والنكهه منه، وفي نوع يحطون فواكه او مربى داخله. الفواكه المربى داخله يتميز ان الطاقه فيه عاليه، فممكن اذا شخص محتاج طاقه عاليه بسبب نشاطه، بسبب حركته، بسبب رياضته، بسبب طبيعه شغله، فراح يخدمه. ولكن اذا كان واحد قاعد وما يتقبل عادي، وابي هذا كخطوه اولى، يعني خلينا نقول مدخل حق الروب، بنعطيه كالسيوم اذا كان ياهل، لان الطعم يستصيغه اكثر. بعدها الروب عادي احنا نضيف عليه فواكه افضل بوايد، احنا نضيع له فواكه لان نقدر نتحكم فيه، لان انا اقدر اعطيه عاده الروب الفواكه يكون كميته صغيره. حجمه تقريبا 125 ملي 130 ملي. صح. اللي يحتاجه 1 كب او خلينا نقول 170 ملي بشكل اكبر، نحط له فواكه فريش، فمني هو راح يستفيد منه اكثر. الطعم راح يكون شويه مختلف، ولكن الاضافه هل انا محتاج اضيف له ولا لا، فيعتمد على نشاط الطفل. انا اتفق معك موضوع اضافه الفاكهه يعني 100%. طيب قبل لا نختم، عندنا نص دقيقه بالفاصل، ايش رايك بالروب كماده غذائيه كسناك، او ايش رايك فيها الروب نفسه؟ جميله جدا. انزين، اول شيء مثل ما ذكرنا تعطي رطوبه، في رطوبه جيده حق الجسم، خاصه اللي حق اللي ما يشرب ماء. يعطي بروتين، واذا نرفع البروتين زياده نروح حق اليوناني او الطريقه اليونانيه. انزين، نفس الوقت في كالسيوم، في فئات عمريه معينه يحتاجون الكالسيوم العالي، والكالسيوم هم بعد هالاشاره يفيد البادي بيلدرز او الرياضيين، له علاقه مع مرونه العضله، له علاقه مع استجابه العضله، مو المرونه، المرونه مع الحديد. استجابه العضله اذا كان لاعب كره قدم، اذا كان واحد عنده تمارين سريعه، سايكلينج، سباحه، الامور هذولي راح يخدمه. الروب جميل ويقعد بالمعده، نفس الوقت حق الشهيه اذا بيتحكم باكله، عاده روب اخر اليوم نعطيهم اللي عندهم نايت ميل سيندروم، هذا اللي ياكل بالليل اخر الثلث الاخير من اليوم. طيب طبعا دكتور ينصحكم بالروب، وانا من عشاق الروب. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرد نكمل مع دكتور حسين. رجع
رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل مع الدكتور حسين عبد الرضا اخصائي التغذيه العلاجيه. دكتور، يعني من الاشياء او الحالات اللي تشوفها في عملك يمكن مرضى الكرونز. بدايه يعني عرفنا شنو هو هذا مرض الكرونز، يعني هو التهابات في النص السفلي من الجهاز الهضمي بعد المعده. اسبابه ممكن تكون وراثيه من احد القراءات، يعني انزين هي التهابات حاده، ممكن يوصل من الام بسيطه والدرجه العاليه ممكن يوصل الى الميلينا او النزيف في الخروج، فهذا من الدرجتين توصل، وعلاجه دوائي وفي علاج جراحي. اذا تكلمنا من ناحيه التغذيه، اذا خبرك الحلقه الاولى تكلمنا عن ان السلطات مهملين، هل فئه هذولي اذا ياكل سلطه يتعبني؟ اول شيء اخرى عنهم السلطه. المرض الحال الوحيده او الحالات جهاز الهضم الوحيده اوخر عنهم السلطه. واذا الثقافه او المعلومات اللي نعرفها دائما الويت او النخاله او القمح، الامور هذول افضل من الابيض، هذول اقول لهم روحوا حق الابيض. الهدف منه بقلل كميه البراز، انزين او يسمون لو ريزيو دايت، ونقلل كميه الاسهالات اللي يكون مصاحب معها اسهال. فالالياف مسبب او يزود من ناحيه التقرحات بشكل وايد كبير. فالحالتين هذولي خبز الصمون، العيش، الباستا الابيض، حتى عاده لما نتكلم وياهم يستغربون لان دكتور تغذيه وتقول لهم شلون كذي. هالحاله الخاصه، ما اقول ان الابيض احسن من الاسمر، الحاله هذه الالياف اللي بالاكل نقللها. فهذه من خلينا نقول اي بي سي دي العلاج، وحتى على المدى البعيد يعني. طبعا اذا قلنا مرض كرونز هو يتميز انه الواحد يتعب او انتكاسه، بعدين اموره تصير زينه، بعدين انتكاسه على هيئه موجات. اي موجات. زين، بين الموجات شو النصائح اللي ممكن تعطيها حق مرضى الكرونز؟ يعني الحين الحمد لله ما في انتكاسه، اموره طيبه، شنو تنصحها كخطوط عامه؟ يعني خطوط عامه، اول شيء يقلل الالياف طول ما انه موجود، لان في حاله تكون التهابات موجوده اعراضها غير موجوده. انزين، نقلل الالياف بالاكل، انزين، ونتوجه الى الابيض مثل ما ذكرنا. تاكدنا الالتهابات خفوا، فيتم الحين اثناء الموجه يروح حق اللو فود ماب، في اكل معين، في سكريات معينه يبتعد عنها الفتره هذه لين يتحسن. التحسن صعب يبين التحاليل العاديه الا منظار قبل ومنظار بعد، فانه صعب يتحدد، ولكن اثناء الالام ضروري انه يروح حق اللو فود ماب، وايد راح يخدمه بشكل وايد كبير. نعم، ويمكن من الاشياء المهمه ان يراجع، يعني لا يقطع صح مع اخصائي تغذيه او مع طبيبه. نشتغل كتيم كامل احنا، لازم على حسب الاثار اللي عنده، فانا امشي وياه. وجزء ثاني بعد عن الاشياء اللي تذكرتها، اللاكتوز فري في تقارير معينه، والجلوتين فري في تقارير معينه، قالوا انه يخدم الحالات الكرون. نعم، انتم ما شاء الله في مستشفى جابر اظن عندكم وحده متكامله، صح؟ اي نعم، وحده جهاز هضمي من ناحيه العنايه. يعني صراحه انا كان لي تجربه، وصراحه كان المستوى عالي جدا، يعني كل التحيه لك ولزملائك في وحده الجهاز الهضمي. دكتور حسين، يعني يمكن قبل لا يعني نختم هالحلقه، يعني كنا بالجزء الاول نتكلم عن الروب، ايش رايك باللبنه؟ انا احب اللبنه من ناحيه غذائيه. اللبنه شويه محير، زين خلينا نقول لبنه صحيه، إيه خليك من اللبنه اللي فيها كريمه. لا لا، اي مو هذا اللي بقول لك اياها. هو جبن الا شوي. زين، انا في عنصر، يعني في واحد من اجمال الكريميه اللي هي بقلاصات. نعم. زين، والجيمر، هذول مو جبن. نعم، هذول حتى كتصنيف التغذيه يندرج مع الدهون. نعم. زين، اللبنه بينهم هو زين كناحيه كالسيوم والبروتين. الصوديوم فيه تعليق عليه شويه. صحيح. مرتفع، فانا راح اتوجه حق اللايت، نضيف زيت زيتون نزيد الفائده. حلو. وناكل معاه خبز الاسمر، او حتى عندك الخبز التنور او خبز الايراني يسمونه. يخلطون كيلوين ابيض مع كيلو اسمر، فيعتبر شويه فحسنا، ويتحمل الخضره اللبنه. اذا ضفت عليه خضره فانت حسنت بشكل وايد كبير. او شويه زعتر. كل الشكر لك دكتور حسين على هاي المعلومات. وصلنا لحد حلقه اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من معلومات دكتور حسين اخصائي التغذيه العلاجيه. على امل اللقاء معكم غدا ان شاء الله في نفس هذا الموعد، حلقه جديده من برنامجكم رسائل صحيه. مع السلامه.